سهل جدا. تعالوا نعمل ايه اول حاجه بالنشادر. عشان اعمل بالنشادر بحط كوبايه من اللبن يا بنات على النار تدفى، كوبايه لبن على النار تدفى عشان اعمل بالنشادر. وادي معلقه نشادر كبيره، بعد ما يدفى اضيفها واسيبهم يبردوا. تمام؟ تمام. تعال نعلق على ما يسخن اللبن. حطيت كوبايتين ونص من الزبده النيوزيلندي على كوبايه وربع من السكر الباودر في العجان. خدي بالك من التفاصيل اهو، كوبايتين ونص من الزبده على كوبايه وربع من سكر البودره ونعمي. يا تريكاتك نعمي ويا تفاصيلك. واحده واحده كده. حطيت هنا عندي اللبن يدفى. يدفى بس. عندي خمس بيضات يا حسني. عندي خمس بيضات مع ذره فانيليا. اربع كوبايات دقيق، نص معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الملح. تمام؟ واقلبهم في بعض، البيكنج باودر والملح مع الدقيق يكون جميع الاستعمالات. نعمت عندي الزبده كويس قوي مع السكر، شوف التفاصيل. نعمت بقى كريمي. يا تفاصيلك، كوبايتين ونص من الزبده النيوزيلندي على كوبايه وربع من السكر الباودر. دفي عندي يا حسني الايه؟ هات اللي بيجر هات. دفي عندي اللبن. اول ما يدفن اللبن كده احط معلقه ايه؟ النشادر. واروح جايه مقلباهم كده. بص كده، اول حاجه اللبن دفي، حطيت له النشادر، اشتغلت الكيمياء. اطفى عليه واسيبه ايه حسني؟ يبرد. شوف حسن، النشادر ليها اسم تاني ولا هي بس؟ هي نشادر اسمها نشادر. طب افرض في ناس من دول تانية بيتفرجوا علينا وما عندهمش النشادر، يعني عندهم؟ لا، نشادر في كل انحاء العالم. في كل العالم؟ اه اه اه. انا قلت اساعدهم. بعد ما نعمل الزبده مع السكر، عندي خمس بيضات مع الفانيليا. بيضه بيضه، يا جمالك يا حسني. يا تركاتك يا هشام. بعد كده شوف التفاصيل. فرني انا ظبطته على درجه كام يا حسني؟ 180. يحقق الدرجه على ما اعمل ايه؟ جيب الجناب بتاع العجان عشان يبقى الخليط كله متجانس. وبعد كده اشغل تاني. اهو. يا تفاصيلك اهو اهو يا اتش. وبعد كده ايه يا عمي؟ يا بنات ايه الاخبار يا ابو سينا؟ في ايه؟ رحت فين؟ وصلت فين؟ بنات افكارك؟ صباح الخير. اخبار ايه؟ انت رحت فين؟ سرحت؟ انا هناك.